لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. بذاك الزمان، ذاك الزمان سنة 1997 كانت عندي تجربة، وهذه التجربة أنا مار بيها. هذه التجربة بذاك الزمن، بذاك العهد، ما أريد أقول بذاك لكن العمل اسمه عالم ستوهيبة، منع من العرض ما الباقي. كل هذا فن، كل هذه حواديت، حكايات نسردها حتى نقدمها للمتلقي في شهر رمضان، الكل تفرح به. أرجع وأقول هذا القرار مجحف بحق الكاسب، مجحف بحق اللي قاموا بهذا العمل، مجحف بكل الأبطال اللي شاركونا بهذا العمل، لأنه لازم على هيئة الاتصال ترجع إلى نقابة الفنانين. نقابة الفنانين هي الأحق بأنه تعطي القرار الفوري. تشارك للوضعية، شنو الوضعية؟ لا تهتمون، ما زال أنتم ورانا، إحنا بخير والله بظهرك. الجمهور العراقي ثبت هو يقول عليه القلب يا طيبة، الحب، الحق، اللي يحب الدراما، يحب الفن، يحب الثقافة، إحنا وياكم ما زال انتم وياكم والله العظيم. بس هسه انت مثلا، انا هسه هاي معتبرها عداوة. لا ما في عداوة، احنا نقول سوء فهم، وان شاء الله انحلت والامور طيبة، احنا بخير، وان شاء الله قريبا ستوهيبة راجعة باذن الله. يا الله، بس ما انتم ويانا. اي وياك والله بظهرك. بس احنا المشكلة شنو تدري؟ دائما ايش يقولوا لي؟ يقولوا كأنك مهيدي. وين هاي الفرقة؟ هاي بس انا اكبر منك. حطيت هاي ان شاء الله راجعين وبقوة، وننتظر انتظروها عمي يا بعد روح. راجع مو عالم ستوهيبة؟ ان شاء الله راجع يا وطن ثاني. عارفين المن فدوة لعيون العراقيين كلهم. انا اشكرهم طبعا، نقولكم عليكم ما تنسي اكيد عملهم هو مو عملي، لانه انا اشلون من الجمهور العراقي. انا احب على كل كلمة، على كل شعر دار من زعلوه خلال هذه الاربع ايام. ان شاء الله راجعين راجعين. بس هذه نكتة ما متسوقوا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. هنتكلم في فيديو النهاردة عن تفاصيل وقف عرض مسلسل عالم الست وهيبة الذي يعرض في رمضان. اصدر القضاء العراقي قرارا بايقاف عرض الجزء الثاني من المسلسل العراقي عالم الست وهيبة. كان الكاتب والسيناريست صباح عطوان مؤلف العمل طالب بوقف عرضه بسبب أنه تم تزييف وتعديل السيناريو دون موافقته على حسب قوله. كما طالب صباح علوان في دعواه بإيقاف عرض المسلسل لأنه لم يحصل على مستحقاته المالية باعتبارها حقوق مؤلف. وكتب صباح علوان رسميا إيقاف عرض مسلسل عالم الست وهيبة الجزء الثاني جزيل الشكر لقضاءنا العادل لحفظ حقوقي الفكرية كمؤلف وكاتب لأكثر من 50 عام. الشكر موصول للأساتذة المحامين الأحرار. الشكر موصول للأساتذة المحامين الأحرار بجهدهم الحسيس والمتابعة الفزة لإعادة حقوقي واستردادها. يذكر أن الجزء الأول من مسلسل عالم الست وهيبة عرض عام 1997 وكان يدور إبان عقد التسعينات عندما برزت عصابات السرقة نتيجة الحصار الاقتصادي. وقدم الفنان غالب جواد شخصية مهدي أبو صالح الشاب الذي ينتمي إلى إحدى تلك العصابات. وتناول الجزء الثاني من المسلسل العراقي عالم الست وهيبة وتدور أحداثه في بغداد ليسلط الضوء إبان عقد التسعينيات ومعاناة الشعب العراقي خلال تلك الفترة من الحصار الاقتصادي على الدولة، لتعود الممرضة الست وهيبة في الجزء الثاني لتواجه الكثير من الأزمات مع صراعات ومشاكل الشباب في مجتمعنا المتقدم مع دخول التكنولوجيا وعالم الإنترنت للبيت. وأصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق
بيانا يوضح سبب إيقاف عرض الجزء الثاني من مسلسل عالم الست وهيبة. وأفاد البيان أن الأمر الولائي الصادر عن محكمة بداية الأعظمية بإيقاف عرض مسلسل عالم الست وهيبة جاء بناء على الدعوى المقامة من قبل مؤلف الجزء الأول من المسلسل على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة يو تي في الفضائية، حيث طالب بإيقاف عرض المسلسل لأنه لم يحصل على مستحقاته المالية باعتبارها حقوق مؤلف. وأشار البيان إلى أن قرار إيقاف المسلسل استند لأحكام المادة 45/46 من قانون حق المؤلف قابل للتظلم من الطرف المتضرر في الدعوى أمام نفس المحكمة. وكشف عطوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي قضية رأي عام، تم بحمد الله تسليم ملف عالم الست وهيبة الجزء الثاني إلى القضاء للفصل فيه. الشكر موصول إلى وكلائي في العراق، المحامي حسن خالد الشوكة المحترم والمحامي الدكتور عبدالله سعد السعيدي المحترم، ونحن نثق جدا بالقضاء العادل لاسترداد حقوقنا. وفي الواقع واجه المسلسل منذ بداية بثه موجة غضب واسعة تتهمه بالإساءة للرموز الدينية، حيث أن إحدى شخصيات العمل تحمل اسم مهدي أبو صالح، وهو ما اعتبره الجمهور العراقي إشارة واضحة إلى الإمام المهدي، ورأوا فيها إساءة متعمدة لأحد الرموز الدينية. ومع ذلك فإن قرار الإيقاف المؤقت للمسلسل لا يمت بصلة لهذه الاتهامات، بل جاء على خلفية دعوى عطوان التي سبقت عرض المسلسل والتي اتهم فيها القناة بسرقة حقوقه الفكرية وتخريب النص. وقال عطوان في منشور على فيسبوك مرفقا بصورة بوستر المسلسل: إذا طلع شاهدك من بيتك بعد أن خرب النص. أضاف مؤلفين: بين القضاء أيها السادة وسيعلم الذين ظلموا. وقبل بضعة أيام كشف عطوان على فيسبوك أن القضية المقامة من قبله ضد الجهات المنتجة والعارضة لمسلسل عالم الست وهيبة ما زالت مستمرة أمام القضاء. ومن جهتها أكدت شركة مدينة الفن المنتجة للجزء الثاني من المسلسل تنازل المؤلف صباح عطوان عن العمل بموجب العقد، واستلم كامل المبلغ البالغ $50,000. الجدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل عالم الست وهيبة عرض لأول مرة في عام 1997 وتوقف عرضه فيما بعد لأسباب غير معروفة، ثم أعيد بثه في صيف عام 1998، وهو عمل من بطولة فوزية عارف وعبد الستار البصري ومكي عواد وغالب جواد وسمر محمد وبهجة الجبوري وأمل طه وآخرين. انتقادات ومطالبات كانت تطالب بإيقاف عرض المسلسل ولاحقت العمل بمجرد عرض حلقته الأولى، حيث توالت المطالبات بوقفه سواء من مؤلف المسلسل نفسه بسبب ما أوضحه بأن تم تعديل السيناريو دون علمه أو اختاره بذلك، أو عدد من النواب الذين اعتبروا أن المسلسل يحمل إساءة للرموز الدينية بصيغة غير مباشرة إلى شخصية الإمام المهدي وهو الثاني عشر لدى الشيعة، بينما اعتبره البعض الآخر بأنه يسيء للمجتمع العراقي. وأعلن ديوان الوقف الشيعي في وقت سابق عن اتخاذه كافة الإجراءات القانونية تجاه العمل بسبب الإساءة إلى الرموز الدينية داخل الأعمال الدرامية، بينما أصدرت قناة العرض بيان تفيد بحذفها كل الملابسات والملاحظات التي أشارت لها هيئة الإعلام والاتصالات والوقف الشيعي حول مسلسل عالم الست وهيبة الجزء الثاني بعد اللغط الذي أحدثه اسم البطل مهدي، واعتبره الوقف الشيعي إساءة للإمام الغائب. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، شكرا ليكم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو الجاي والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.